بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. والفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة، ليلة مباراة الأهلي أو مباراة النجم الساحلي والأهلي، خاصة أن المباراة ستقام بالتأكيد في تونس على الملعب الأولمبي برادس في إطار مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعات في دور 16. انطلاقة الملك نحو الأميرة الإفريقية تبدأ من دور المجموعات والمنافسة القوية والمباريات الحاسمة والحساسة، وبالتأكيد فيها تفاصيل فنية كثيرة جدا، مباريات بالتأكيد الكل هيتابعها لأن مباريات الجولة الأولى فيها تفاصيل وفيها مباريات قوية ومثيرة، وتنبئ أن دوري أبطال إفريقيا السنة دي فيه مباريات قوية جدا. لذلك في هذه الفقرة أنا معايا أحد نجوم التحليل في قناة النادي الأهلي ونجم كبير ومدير فني سابق في العديد من الأندية في الدوري المصري. وجود النهاردة معانا فرصة طيبة للحديث بشكل فني أكتر عن مباراة النجم الساحلي والأهلي غدا، سواء تشكيل الأهلي، تشكيل النجم الساحلي، أبرز الغيابات، استعداد فايلر لهذه الانطلاقة، ووجوده كمان في شمال إفريقيا مباراة ذو طابع خاص لم يخوضها من قبل سواء مع الأهلي أو حتى في داخل القارة الإفريقية. لذلك أنا برحب بالكابتن عادل طعيمة المدير الفني ونجم التحليل في قناة النادي الأهلي. كابتن عادل، منور الدنيا وأهلا بيك. أهلا بيك يا محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك حبيبي. أولا طبعا مباراة مهمة جدا والجماهير بتنتظرها منذ فترة، مش من النهاردة، لأن عايزة تشوف الأهلي في إفريقيا وعايزة تتفرج على الأهلي بالمستوى الفني اللي موجود في الدوري المحلي، إزاي بقى هينعكس إيجابا على الفريق في بطولة إفريقيا. أولا رؤيتك وشايف الفكرة من المنظور ده، الجمهور بيفكر في الفكرة دي وإزاي الأهلي هيلعب مباراة النجم الساحلي، شايفها إزاي؟ وهل الإحساس ده ممكن يكون واصل للجهاز الفني واللعيبة قبل مباراة كبيرة زي مباراة النجم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية في الإخفاقات اللي فاتت كان بيبقى أحيانا بيبقى فيه يا إما لعيبة اعتزلت وأنت بتعمل جيل جديد، يا إما المدير الفني اختياراته كان يبقى مش موفقة، لكن بتبقى أحيانا ممكن تجيب أحسن مدرب في العالم ما لا يوفق مع فرقة أو ما بيحصلش الانسجام ما بينه وبين اللاعبين. من الخطوات اللي الواحد كلنا متفائلين بيها ان الخطوات اللي اتاخدت هذا الموسم خطوات كلها سليمه الحمد لله. انت دعمت الفريق بتاعك في يناير، ثم من وجهه نظري انا كنت بتكلم على صارتي وكنت زعلان منه شويه، لكن انا عندك حق، بس انا طبعا في قناه الاهلي احنا انت كنت بتتكلم في اطار الفنيات. انا بشوف ان التدريب والمدير الفني ليه مواصفات، المواصفات دي كان فيها قصور شويه. النادي الاهلي في هذا الموسم احسن الاختيار من حيث الشخصيه، من حيث الأداء الفني، من حيث الرؤية، راجل تفكيره باستمرار متقدم، مقنع للعيبة، حابب اللعيبة واللعيبة حباه، فكل المقومات دي بتديني فرصة إن أنا أبقى متفائل جدا إن الفرقة إن شاء الله بإذن الله تعالى أدائها في تصاعد، على الرغم من أنا قلت قبل كده إن الفريق الوحيد اللي انضر فنيا مش نفسيا. طبعا انت عندك 14 لاعب في المنتخبات. المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وده طبعا في ضرر فني على النادي لان الراجل المدرب كان بينزل بيدرب عدد محدود جدا من اللاعبين ما بيقدرش يعمل جمل، لكن كانت ميزه برضو انه بعض اللاعبين اللي كانوا ما عندوش رؤية لسه ما شافهمش كويس زي وليد. لما شاف وليد انا توقعت ان هو هيبتدي بيه زي ما اجاي، لو الجمهور بتاعنا يفتكر لما لعبوا في بدايه الدوري ولعبوا كراس حربه، وكلنا في ماتش السوبر في ماتش الزمالك وشفنا اجاي كلنا فوجئنا انه بيلعب راس حربه. لما اللاعب بيقعد معاه بيكتشف فيه بعض الامور، شفنا قد ايه تطور اداء رمضان من اداء فردي الى اداء جماعي وابداع، فكل الامور دي بتخلي الواحد يتفائل انه ان شاء الله مقومات المدير الفني موجوده. يبقى الاداره عملت وفرت المدير الفني، وفرت اللاعبين، وفرت كل حاجه من ميزانيات، من طياره خاصه، كل الامور اللي الاداره مفروض انها تعملها عملتها. اللي احنا شايفينه في التدريب انا بشوف اللعيب في النادي الاهلي هو نازل التمرين، هو نازل مباراه، نازل علشان يتبسط ويبسط جمهوره. اللي احيانا بنسمع ودي من خلالك يا محمد يقول لك اللعيبه عليها عبء لازم يتشال، مين قال الكلام ده؟ انا لو ما عليهش عبء مش هادي، انما هناك عبء سلبي وعبء ايجابي. العبء السلبي ان انا ابقى بطني وجعاني وكده وابقى خايف، انما العبء الايجابي ان انا جوايا الطاقه
اللي بتخليني ابقى خايف علشان اتقدم، عشان اخد البطوله، عشان ما تهزمش، عشان ادي الاداء الرجولي في الملعب، انفذ تعليمات المدرب، اتعاون مع زملائي علشان ارفع رايه النادي الاهلي. الامور دي كلها دي اسمها ايه؟ عبء ايجابي. فبرضو احيانا بنسمع عبء اللعيب عليها عبء، لا الكلام ده مش مظبوط. في عبء ايجابي وفي عبء سلبي. الراجل ده عمل حاجه، انا بشوف ان في مدرب واحد تقريبا لحد علمي جوارديولا بيعملها. واللي بيتابعوا الدوري الانجليزي جوارديولا ما بيعتمدش على 12 او 13 لعيب او 14 لعيب، بيعتمد على ال 20 لعيب اللي عنده. انا قلت قبل كده من شهر لما الراجل ده جه، قلت الراجل ده بيعمل القوام الاساسي 20 لعيب او 22 لعيب، ما تعرفش مين هيلعب. راس حربه تبص تلاقي مره مروان مره اجاي. لا ده لما نيجي نتكلم في الماتش بتاع امبارح هنتكلم في حاجات ماتش الجونه. تبص تلاقي الناس كلها متوقعه اجاييه بيروح ملاعبه على الطرف، ليه؟ علشان محتاج منه في الماتش ده واجبات دفاعيه. فكل الامور ديت وليد سليمان فوجئنا كلنا، لان الراجل كان معاه 51 يوم فشافه وشاف امكانياته وشبع من ادائه، كور الثابته، التسديد من بره، المتابعه كراس حربه، كل الامور دي شافها من خلال فتره المعايشه مع اللعيبه وليد سليمان، فعارف كل لعيب بيخرج من طاقته ازاي. بالاسلوب الهادي من غير نرفزه ومن غير عصبيه، وفي نفس الوقت حب اللاعبين لبعض، هما بيحبوا بعض باستمرار، لكن الـ 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 الالفه دي والمتعه دي في الملعب وفي التمرين. احنا شفنا امبارح في قناه الاهلي اللعيبه وهي بتتمرن في تونس، ناس بتهزر وناس يعني العبء ده اللي هم بيبقى بقى راجل خايف لا مش موجود، انما التركيز ده هيبقى فين؟ في ال 90 دقيقة اللي في الملعب. وهي قدامنا لقطات خاصة وحصرية لتدريب فريق النادي الأهلي في ملعب الجامعة في الاتحاد التونسي في تونس. ايوه. فالميزات دي الموجودة في هذا الرجل واضحة للعيان، الرجل اللي في الشارع عارف ان الرجل ده من ساعة ما جه أداؤه شفنا في أفريقيا كان بيأدي إزاي. وأنا برضو من ضمن الحاجات اللي أنا يمكن قلتها في القناة هنا، قلت الماتش الأولاني في أفريقيا كان بقاله كذا يوم، قلت اللعيبة عليها 80% وهو عليه 20%، لقيناه بيدي 70 و30. الماتش اللي بعديه ماتش الزمالك في السوبر لو تفتكر، تمام، احنا قلنا هيبقى 30 و70، لا لقيناه عمل 50 و50، يعني طور من اداء اللاعبين. وبعدين برضو من ضمن الحاجات اللي احيانا الواحد بيسمعها كابتن، انه يتقال انه المدرب يعني بالنسبه للفريق 10% او 20%، استحاله طبعا يكون الكلام ده سليم، والا ما كانتش الناس دفعت الـ 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 المبالغ دي في مدربين حتى في اوروبا. المدرب ده المدرب هو الـ هو مدير الشركه، هو بالمعنى الشامل، هو المايسترو. المايسترو اللي ماسك اللي بيشغل كل الناس. ده لا ده يبقى 70%. واحيانا بنشوف مدير فني عالي جدا ومعاه لعيبه عاديه جدا وبيوصل بيهم لمرحله من النضج ومن الاداء وللالتزام. مظبوط. وشفنا المدربين ده سواء في الدوري المحلي او بره. طيب اذا كابتن عادل، حضرتك بتتكلم على ان الجهاز الفني بقياده ريني فايلر اختصر مسافه من الوقت، قرب من اللعيبه بشكل كويس، شايف طريقه لعب او قواعد للكوره. وراك ذكرت نقطة مهمة جدا، وانا حتى قلت الكلام ده من كذا يوم، ان في مفاهيم في كرة القدم احنا بنسمعها من سنين. المفاهيم دي مع الجهاز الفني الجديد بقيادة ريني فايلر، عايز اقول بقت استثناءات او في قواعد الراجل كسرها. يعني فكرة التشكيل الاساسي او القوام الاساسي بنتكلم في 11 13 لاعب، حضرتك دلوقتي ذكرت فكرة ان لا ممكن يكون 20 22 لاعب، زي حتى جوارديولا في مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي. فكرة كمان ان هو ممكن يفاجئك بوجود لعيب او يغير لعيب او تغيير مراكز زي وليد سليمان. اذا ان الجهاز الفني قدر في فتره وجيزه ان هو يقرب بشكل ايجابي من اللعيبه. بس هي النقطه الاهم يا كابتن عادل، وده سؤالي، الجمهور كره القدم تحديدا كل المباريات ساعات ممكن يبقى يوم معاك ويوم مش معاك، الجمهور وانا بتكلم الكلام الحلو الكويس اللي الجمهور بيحب يسمعه محتاج يسمع الجانب الاخر، ان برضو الكوره ساعات بيبقى فيها متغيرات كثيره، ساعات ممكن يبقى اليوم بتاعك دي اوف. ازاي نحافظ على النجاح ده برسالتنا للجمهور في التوقيت الحالي؟ ما فيش شك انه لو تفتكر ان الجمهور ده دايما هو اللي على حق.
يعني احيانا المحللين اللي يعني زي حالتنا كده وقاعدين في الاستوديوهات الجمهور لان هو العاشق وهو اللي بيروح يدفع ويسافر ولا الفرقه، وفي منهم ناس بتتفرج بالسنين علشان تستمتع باداء النادي الاهلي. تمام. فدايما عندهم الحس الفني، وياما بنشوف ناس بتقابلنا في الشارع وتكلمنا يا كابتن في كويس جداً. واحد اتنين تلاته ده في واحد والله قابلنا يا محمد قال لي هو يعني هخرج عن الموضوع يعني معلش بيراميدز نادي بيراميدز لما جه اللعيبه ما راحتش، فراجل سواق قال لي يا كابتن ممكن يعني بعد اذنك اقول الحل، هو اللعيبه ليه اتعاقبت؟ ليه نادي بيراميدز ما اتعاقبش؟ يتعاقب ليه ازاي؟ اقول لك يا كابتن، قلت له اتفضل. قال لي كانت اللعيبه ما تلعبش في الدوري المحلي ثلاث اربع ماتشات. بس ده لا يجوز. ما الاتحاد بياخد هو وجهه نظره اللعيبه اتعاقبت بدون داعي، فاهم؟ هو يقصد ان اللعيبه هنا اداه ما بين المنتخب والنادي. اهو كده. بالظبط. يبقى انا لما اجي اعاقب. وده المفهوم اللي هو كويس ان هو يعني. هو بيقول انا اعاقب النادي ان الولاد ما يلعبوش. اوقفهم لان هم ما راحوش المنتخب. ما اعرفش قانونيتها ايه. لكن بقول لك يعني شوف الناس تفكيرها بالظبط بيوصل لمرحله من المراحل ديت. الاداء الفني جمهورنا من 1907 ولما الدوري بدا 47 الناس كلها عندهم حاجتين، مكسب واداء. مظبوط. ما فيش حاجه اسمها اداء من غير مكسب او مكسب من غير اداء، ما ينفعش. الاداء يديني المكسب، انما المكسب اللي هو بكره طايشه وما فيش اداء ما يبقاش فيه متعه. يعني بتراهن على وعي الجمهور. امال ليه؟ الجمهور ذواق. انت ايام كوبر كان الناس كانت مستمتعه؟ لا خالص. انت رحت كاس عالم وايام اجيري الناس كانت مستمتعه؟ نهائي. شفت بقى ان احنا كشعب من اجمل الشعوب في العالم، بنتنفس كوره وبتاكل احلى اكل. اكلنا لما يجي اي خواجه عندك وياكل في بيتك او ياكل في اي مطعم بيبقى عايز يرجع، عايز يرجع ليه؟ الميه بتاعتنا واكلنا ليه طعم تاني. اللي عايشين بره يعرفوا قيمه الخضار بتاعنا والفاكهه بتاعتنا من الارض اللي ربنا ذكرها في القران. فانت يعني المتعه بتاعتنا ان اللعيب يمتع الناس والناس تبقى مستمتعه بادائه. يبقى في النادي الجمهور النادي الاهلي عايز متعه وعايز اداء. ودي على مدى التاريخ، ودي الحمد لله احيانا بتهبط شويه لكن بسرعه ادارات النادي على مدى العمر كله على طول بتلاقي التجاوب بيحصل. مش عشان الجمهور بيتدخل، الجمهور عمره ما بيتدخل في شيل مدرب او يحط مدرب، لكن الحس مع الناس ان انا كعضو مجلس اداره انا مشجع قبل ما اكون اي حاجه، انا مشجع وعضو جمعيه عموميه، بحس بالناس هم الناس عايزين ايه، وبالتالي على طول بيبقى التغيير باستمرار للافضل. طيب ندخل بقى في الامور الفنيه اكتر. مباراه الجونه حصل فيها تعديلات فنيه كثيره، يمكن انا اتفرجت حتى على معظم الاستوديوهات التحليليه ما دخلوش في التفاصيل الفنيه اكتر، لان النادي الاهلي لعب في هذه المباراه بتشكيل وبطريقه لعب مغايره للي بدا بها الموسم، حتى في تركيبه الملعب، حتى في اللعيبه اللي بدات في الشق الهجومي، الواجبات الدفاعيه. حللت المباراه دي ازاي؟ وايه اللي وصلت له يا كابتن عادل من شخصيه او استراتيجيه ريني فايلر في طريقه لعبه او طريقه ادارته للملعب في الكوره في النادي الاهلي؟ لو نسال حد من الزملاء ان وليد سليمان كان بيلعب فين؟ طب قفشه كان بيلعب فين؟ طب مروان كان بيلعب فين؟ كل الامور دي ما كان الراجل حاططها وباقتدار، واللعيبه نفذتها باقتدار. ودي حاجه برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا في التحليل للمباريات، في استيعاب كمان. انت وليد الجول الثاني والجول الثالث الراجل هو اللي جوه السكس ياردة ومروان مش موجود. مروان كان بيقوم بدور اللي بيسقط ووليد سليمان بيروح مكانه، ووليد بيسقط بيبقى خامس في وسط الملعب مع عمرو ومع قفشه ومع حسين ومع اجاييه. فكان بيلعب باربعه خمسه واحد. الخمسه واحد دي لما وليد يوصل يبقى راس حربه بتلاقي مروان مكانه. مروان بيرجع علشان يأمن الجانب الدفاعي بتاعه. من ضمن الحاجات برضو اللي بتتحسب مش للفايلر بس وللجهاز بتاعه، تحس ان اللياقه البدنيه بتاعت اللعيبه، يعني بتلاقي اجاييه طول المباراه شغال في ال 75 متر او في ال 80 متر على الطرف. بالظبط. وحسين نفس الامر. انت عارف بمجرد انت ما بتفقد الكوره بتلاقي حسين واجاييه على طول الاثنين بينزلوا لتحت ويضموا للداخل.
بحيث انك انت لو الكره من ناحيه هاني بيبقى الضغط من ناحيه هاني، لو الكره من ناحيه معلول بتلاقي الضغط كله من ناحيه معلول ويسيبوا الجبهه الاخرى، الجبهه الاخرى بيبقى فيها برضو حسين الشحات. كل الاجوال اللي احنا جبناها نتيجه انه وليد، انا لو انا مدرب الجونه انا مش عارف امسكه، امسكه ازاي؟ ببص الاقيه بيبقى هاف ديفندر، وبعدين الاقيه تحت راس الحربه، وبعدين الاقيه راس حربه، راس حربه اهي زي الكوره اهي في السكس يارد. الله يفتح. فين مروان هنا؟ كان على الطرف. شفت بقى؟ وده شغل، ده هل ده مش متكرر؟ اتكررت. متكرر. واتكررت حتى في الهدف الرابع. المفروض اللي يعمل الاوفر بتاع الباك رايت حسين الشحات، واللي يستلم الكوره وليد ازارو، لان وليد ازارو هو اللي عمل الباص، وحسين هو اللي مخترق اهي قدامنا الكوره يا كابتن عادل، وحسين هو اللي مخترق في القلب وبيسدد. المفروض حسين فين في التشكيل؟ المفروض ده في الناحيه اليمنى على الطرف. امال ايه اللي وداه هناك؟ ده شغل مدرب. يبقى ده المدرب بقى 80% 80% 70% عشان ما بالغش، 70% قدرات مدير فني ولاعيبه على مستوى فكر من النضج انها بتنفذ تعليمات المدرب، وهو كمان بيديها المتعه. خد استمتع، مساحه الابداع، اتحرك لي في المساحه دي. دايما في المحاضرات يا محمد بنعمل ايه؟ بنجيب الملعب وبروح مصور لك انت هتلعب باك رايت، بعمل لك الاماكن اللي انت هتجري فيها باللون الاحمر، فبسهل لك طريقه لعبك والمساحات اللي انت ممكن تغطيها تشتغل عليها. فبقول لك انت باك رايت هتبقى هنا في الحنه بتضم هنا، وممكن تبقى راس حربه، وممكن تبقى على الطرف هنا، فبسود لك او بحمر لك او ببدلها باللون مع زميلك بقى. المنطقه الحراريه اللي بيتحرك فيها اللعيب. برافو عليك. برافو عليك. انا عمرو السوليه لو هاني راح يبقى عمرو السوليه بيضم للداخل شويه، او قفشه بيضم للداخل شويه، مروان لما يسقط تلاقي وليد راس حربه وهمي، ودي الراجل دي عملها قبل كده برضو. وعمليه الابداع اللي موجوده والجبهات اللي بقت موجوده بقى عندك بيجيب اهداف من تسديد، من اختراق من الطرف، من الاطراف يمين وشمال. شفنا الجول الثالث، علي معلول بيروح ما بيرفعش، بيعملها لعمرو السوليه. عمرو السوليه عمل ايه؟ شاطها، شاف الراجل جاي راح دايس عليها وراح واخد مترين، بقى فين؟ بقى جوه السكس يارد. بيعملها بالعرض وليد. لا وعمرو السوليه كمان اللي عامل الباص، يعني تحركات عمرو السوليه اللي عامل. وبعدين علي معلول عملها له فين؟ مديها له في رجليه. بالظبط. كان ممكن جدا يعمل يرفعها على طول، لا عايز يضمنها، راح دايس لانه شايف الراجل جاي عليه، فاخده عكس اتجاهه، خلاص مش قادر يرجع له تاني، وراح عاملها بالعرض، خبرت في رجل الراجل وراحت لوليد. وليد فين؟ لو انت تشوف وليد قبل الكوره هتبص تلاقيه وليد كان على ال 18. ايه اللي وداه هناك؟ دي رؤيه. احيانا برضه بيبقى لعيب عنده ربنا بيديله ملكه ان هو يختار المكان في التوقيت المناسب. بالظبط. اذا الفلسفه او الفكر اللي بيأديه ريني فايلر مع الاهلي في الملعب، الناس بتقيم اي مدرب يقول لك فلسفه دفاعيه، فلسفه هجوميه. انا شايف في منظور جديد وانا بسمعه حتى في تحليل في الكره الاوروبيه، يقول لك الكره الشامله. اعتقد دي الكره الجديده اللي موجوده دلوقتي في الدوري المصري بيقدمها النادي الاهلي، اللي ما كانتش موجوده لفتره طويله واللي انقطعت بعد رحيل مانويل جوزيه. لان في مدربين ممكن يجوا لك كده كل فتره مش يكسبوا بطولات، لا يقدموا لمسه فنيه يكون لها تاثير حتى على الكره المصريه. لو تلاحظ الجمهور كله بتاعنا بتبص تلاقي النادي الاهلي بمجرد ما بيفقد الكوره بتلاقي العشرة تحت الكوره. بحيث انك انت المطلوب مني ان انا اعمل ضغط من الامام، بعمل الضغط من الامام. طب الكوره عدتني كمروان او كوليد، ايه اللي بيحصل؟ ما اندفعش كمان وافقد اثنين، بيبقى اثنين رايحين عليا زياده. اللي بيحصل ان انا بروح على طول راجع بحيث ان انا ابقى الكرة تبقى قدامي ما تبقاش ورايا. ده الجانب ده القدرات اللعيبه الفنيه والبدنيه والتغطيه على بعض والقتال. انت جاي فيك في الدوري اعتقد جول هدف واحد. هدف واحد. والفرص اللي بتيجي عليك تقريبا نادره. نادره جدا فعلا. نادره. نتيجه انه الكره الشامله اللي حضرتك تفضلت بيها، انا عايز اجيب جول ما اجيش فيها جول. دي ببساطه علشان الناس كلها تبقى يعني الناس اللي بتتفرج علينا، الكوره اجيب جول ما يجيش فيها جول، يبقى انا هاجم كويس قوي وادافع كويس قوي. لما هاجم كويس قوي هاجم ازاي؟
اطراف، اختراق من العمق، من العمق الجول الاولاني اللي جاب وليد، تسديد من بره. احنا شفنا قفشه بيشوط، وليد بيشوط، هاني بيشوط، فتحي بيشوط، كل الناس بقى عندها، علي معلول بيشوط، كل الناس بتشوط دلوقتي. معناها ايه؟ ورامي كمان صحيحا بيكمل، ولو في فرصه بيسدد. ده معناها انك انت قدراتك كمدير فني، المدير الفني اللي بيقابلك مش عارف انت هتعمل ايه، هتخترق من اليمين ولا من الشمال، هتعمل اختراق من العمق ولا هتسدد، هتعمل مندفع من الخلف. طب في الكره الثابته هتعمل ايه في الكورنر؟ في كل مره في جديد، مره تتمرر وترجع لنفس اللاعب، او بتتعمل للراجل اللي واقف بره، اللي واقف بره يروح عاملها، الفاول اللي عمله والكورنر اللي اتعمل والجول الاولاني اتعملت لاظن الحسين من هاني، وراح اتعمل للوليد، راح محضروش شايط تمام، ما اترفعتش. فدي كلها جمل الى جانب الحاجات اللي قلتها. طيب هل التشكيل اللي بدا بيه، وهل طريقه اللعب اللي ظهرت في مباراه الجونه، وهي مباراه بعتبرها خارج ملعب الاهلي، يعني هي مباراه في الجونه، فده مش ملعب النادي الاهلي، هل ممكن تتطبق بنفس الشكل بنفس التشكيله في مباراه النجم الساحلي؟ شوف يا محمد، الراجل الاوروبي ما عندوش بره وجوه. اه الوطن بتاعه، الوطن بتاعه المستطيل الاخضر. حلو العنوان ده يا كابتن عادل، وطن المدير الفني في اوروبا هو المستطيل الاخضر. طبعا انت شوف اي فرقه في اوروبا بيلعبوا كوره ازاي، هل الكوره في ملعبه بيلعب مهاجم بس وما بيدافعش؟ لا، الفكره دي في مصر بتتقال بس في الكوره المصريه من سنين، نتيجه اللي بيسمعوه الناس. الناس بتسمع احيانا كلام غريب، كلام غريب، وده مش مفهوم للناس. الناس فاهمه اكتر من كده، يعني الناس اللي في البيوت، لا في ناس فاهمه، انا بدافع كويس وبهاجم كويس، المستطيل الاخضر ده ملعبي في اي حته، انا بلعب بكره في رادس، ده النادي الاهلي بالنسبه لي. ايه اللي بيفرق؟ جمهور، الجمهور سلبي او ايجابي، بيشجعني او ما بيشجعنيش، انا برضو كمدير فني مسؤوليتي واللعيبه اللي موجوده معايا والجهاز اللي موجود معايا بديلهم حاجه اسمها العزل. عزل يعني ايه؟ يعني انا وداني مش بتسمع الى المدير الفني او كابتن الفرقه. اي حد بيشجعني انا مش هنجر ولا التشجيع وابتدي اعمل مراوغات او ابتدي استعرض او ابتدي اعمل حاجات مش مطلوبه مني. او حتى لو هناك نقد او جمهور يعني في اسلوب اخر، انا ما بنجرش ليه، لان انا جوايا عزل وجوايا تركيز في المستطيل. انا عندي 90 دقيقه كوره ثابته، هعمل كده، ههاجم بالطريقه الفلانيه، هدافع بالطريقه الفلانيه، انا عندي رقابه على فلان هراقبه، الجول في ضعف، مفروض ان انا في التسديد يبقى في متابعه. كل الامور دي المدير الفني بيبقى مديها للاعبين، حتى النفسيه، قول له انت تنزل المباراه. الدور الثاني للعيبه زي مثلا فتحي، زي شريف، زي وليد سليمان، زي مروان، الولاد دول وهم في الملعب ذخيره، ذخيره حيه بالنسبه لك. هاني بقى والولاد الصغيرين اذا كان حد يعني من، وده اللي عمله الماتش اللي فات، كان مريح احمد فتحي، دخل رمضان صبحي في القائمه عشان يحضر ويحط رجله في الملعب مع الاهلي، وليد ازارو كان على الدكه، فكان حتى تفكيره، اليو ديانج كمان كان موجود على الدكه ما لعبش، فكان تفكيره في المباراه القادمه ويكون عنده مخزون للعيبه في الماتش الجاي. يعني هي النقطه دي انا بشوف ان الراجل ولا تختلف، كانه عايش في النادي الاهلي بقاله فتره كبيره. ليه؟ هو بيلعب بطوله، يعني انا بلعب الدوري، هو ذاكر الاهلي كويس اهو كده. الله يفتح عليه. هو انا بلعب الجونه، انا ما بفكرش في رادس، انا عايز 3 بونت، انا افكر في رادس واتغلب من الجونه يبقى خسران، يبقى انا عملت ايه؟ لا، انا مركز قوي في الجونه، ان انا عايز 3 نقاط بتوعي بصرف النظر. انا خلصت بالليل، انا كمدير فني كفايلر بالليل على طول الشرايط بتاعت النجم الساحلي موجوده معايا، على طول بتفرج عليها وبشوف. انا طبعا شايفها قبل كده، لكن انا كل تركيزي في الجونه. خلصت الجونه، انا عندي رادس، بعد رادس عندي بني سويف يوم الاثنين كاس مصر، فانا بخرج من فهو درس النادي الاهلي كويس، مظبوط، وسمع من الناس اللي كانت موجودين، اظن جروس او حاجه كان كلمه، الى جانب انه قرا، والناس الاوروبيين بيقروا كتير جدا مش زينا. ده حقيقي، يعني بيقروا كتير قوي، وهي تجربه مقبلين على الشغل فيها، بيدرسوا كل الجوانب المتعلقه بهذه التجربه قبل ما يوافق. امال ايه؟
قبل ما يوافق مش قبل ما يجي. هو حضرتك هو في سويسرا عايش وحش يعني؟ لا طبعا. في سويسرا؟ فلا ده هو الـ الـ الطموح. وانا زي الناحيه الادبيه يعني، هو ميسي محتاج فلوس عشان يلعب ولا خمس مرات احسن لعيب في العالم؟ هو محتاج فلوس تاني علشان يبقى عنده طموح تاني، ولا في حاجه اسمها امور ادبيه بتدفعني ان انا العالم كله بيتفرج عليا وانا عندي مسؤوليه ان انا امتع الناس دي كلها؟ طيب فهو نفس القصه. التشكيله اللي لعب بيها ماتش الجونه ممكن تبقى بنسبه كبيره، او السؤال المعتاد اللي ممكن يتسال في اي استوديو تحليل او في اي حديث فني عن اي مباراه، ايه التشكيله المتوقعه؟ منتهى العيب ان انا اتكلم في الموضوع ده يعني. سؤال فكره التشكيل المتوقع دي اعلاميا خطر، ما بتبقى صح. خطا اه خطا رهيب ان انا اتوقع. احيانا بنزنق بس يعني علشان ما يبقاش فيه احراج، لكن انا بقول ان ده خطا خطا خطا، لان انا المدير الفني متعايش مع اللعيبه، هو دارس النجم الساحلي اكتر مني، هو شايف حاله كل لعيب وصلت لمرحله ايه. زي ما انا قلت قبل كده، مثلا مروان هيلعب، رمضان اسف رمضان صبحي هيلعب، الجهاز اللي موجود معاه محمد بيبقى معاه في التدريبات يوميا يوم وشاف ويقدر ولا مش في قياسات ان صح. العضله بتاعتي النهارده عملت اربع ماتشات في المنتخب الاولمبي، العضله بقت في الشكل الفلاني، الراجل ده عشان يلعب هيلعب ربع ساعه. طيب الراجل ده العضله بتاعته تتحمل انه يلعب، يبقى انا ابتدي بيه. فاذا في فروق فرضيه بين لعيب ولعيب اخر. فالجهاز الفني في العالم كله هتلاقي جوارديولا معاه 16 واحد، ده حقيقي 16 واحد. فاحنا برضو الحمد لله الحمد لله ان احنا برضو ابتدينا ان الجهاز بتاعه اظن في اربعه خمسه موجودين اللي بيساعدوه مساعده قويه جدا، من حراسه المرمى للقياسات لكل الامور، بيدي لك حتى المنافس هيلعب ازاي، والمنافس ده ميزاته ايه وعيوبه ايه. وبعدين بالليل بالمحاضره بيعرض على اللعيبه انت بكره هتلعب بالشكل الفلاني، وفلان الفلاني اللي هيقابلك ميزاته اهي وعيوبه اهي، يبقى انت نازل مذاكر رايح الامتحان وانت يعني السؤال مذاكر. السؤال المتوقع اللي هو بيتصير كل مره عن التشكيل المتوقع بيبقى عمليا غير واقعي. موقفك ايه لما في ماتش السوبر الزمالك وكلنا كل اجمع ان فلان فلان وفلان وبعدين لقينا اجايه اجايه، يبقى اذا سؤال مش في محله، سؤال مش مفروض ان يتسال. لان انا المدير الفني ده حد بره بيسال حد في الدوريات؟ لا بره الاسئله ذو طبع خاص. استحاله استحاله، ان ده شغل مدير فني وانا بتدخل في شغله، مش مفروض انا اتدخل في شغل الراجل ده. انا ليه سالت السؤال ده؟ لان انا كنت بتكلم مع كابتن عادل طعيمه قبل الحلقه وبندردش مع بعض في فكره طريقه اللعب والتشكيل، فبقول له التشكيل المتوقع السؤال بيتسال كل مره، راح رد عليا بنفس الاجابه وقال لي لا، مهنيا او اعلاميا حتى لما تيجي تتكلم في امور كره القدم وانت مش متعايش مع الجهاز الفني هتتوقع ازاي؟ فاجابته عجبتني جدا، عشان كده انا طرحت السؤال عشان المشاهد يسمع ويشوف برضه وجهه نظري. انا اول مره حد يعني كابتن عادل طعيمه بالتاكيد نجم كبير يجاوب معايا بالشكل ده في فكره التشكيل المتوقع، وفعلا كلامه صح ووجهه نظره صح، لانه مش موجود في التدريبات يوميا، او اي حد حتى بيتكلم في الكوره يعني مش موجود في التدريبات يوميا مع الفريق، مش متعايش مع الجهاز الفني، ما شافش الفريق المنافس والتحليل بتاعه بشكل كويس، فبالتالي هيتوقع تشكيل الفرقه ازاي وهو مش عارف كل الاجواء المحيطه بالمدير الفني. ف اوافقك الراي وفعلا عندك حق في فكره التشكيل المتوقع دي، ما بتبقاش متاحه حتى في كل المباريات او في كل الظروف، لان المدير الفني ده بقول لك زي ما انا شبهته بالراجل المايسترو اللي قدامه العازفين وهو بيشغله، فانا باجي الخبطه بقى، اجي ايه اقول له لا والله ما انت بتعزف الفلان، لا اعمل حاجه ثانيه. هو طبعا مش بيسمعني ولا بيسمع غيري، لكن الجمهور نفسه بيحصل له نوع من يعني. وبعدين انا هتعود بقى ان انا اتدخل في شغلك، لا المدير الفني ده المسؤول. وبعدين الراجل ده من ساعه ما جه، وطبعا قبليه كان جوزيه برضو، حد كان بيتوقع ايام جوزيه كان فلان هيلعب، وحد كان يتوقع انه يلعب في واحده المباريات بوائل جمعه راس حربه يعني بركات كنت بتلاقي بركات فين؟ باك رايت، واحيانا باك ليفت، وباك ليفت وينج رايت، ده حقيقي شايف محمد باك ليفت فيعني وبعدين غير مره راح جاب شادي واظن عماد النحاس ووائل بقى يلعب بثلاثه فيعني ودي الميزه اللي موجوده في النادي الاهلي. طيب قبل ما نخش بقى على مباراه النجم الساحلي، المواجهات المباشره بين الاهلي والانديه التونسيه فيها تفوق للاهلي بس بنسب، لان في فرق الاهلي كسبها وفي فرق بتبقى النتائج خاصه في تونس مش ايجابيه للاهلي. انا معايا تقرير قبل ما اخش في التفاصيل الفنيه المتعلقه بهذه المباراه، تقرير صوتي عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع النجم الساحلي التونسي سواء
سواء المباريات اقيمت في سوسه او موجوده في او اقيمت في القاهره. نشوف هذا التقرير بيدينا مدلول بالنسبه لهذه المواجهات ازاي، ثم نعود الحديث مع كابتن عادل طعيمه بعد هذا التقرير. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة وقوية غدا أمام النجم الساحلي التونسي في مستهل مشواره بدوري أبطال إفريقيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. سبق وأن التقى الأهلي مع النجم في 14 مناسبة، حقق الأهلي الفوز 4 مرات وخسر 3 مرات، فيما حسم التعادل السلبي 6 مباريات والإيجابي مباراة واحدة. في موسم 2003-2004 التقى المارد الأحمر مع النجم بدور المجموعات لدوري أبطال العرب، وسيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والعودة. ثم لعب الأهلي أمام الفريق التونسي في موسم 2004-2005 في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين، ونجح الأهلي في تحقيق التعادل السلبي ذهابا خارج الديار قبل أن يفوز في العودة بثلاثية محمد أبو تريكة، أسامة حسني، محمد بركات ليحصد اللقب. واجه الأهلي النجم الساحلي في كأس السوبر الإفريقي أكتوبر 2007 وأقيمت المباراة في إثيوبيا، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وحسم الأهلي اللقب لصالحه بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4. تكرر النهائي بين الأهلي والنجم بعد 2 فقط في دوري أبطال إفريقيا، وأثار النجم لنفسه في تلكم النسخة بعدما تعادل ذهابا على أرضه سلبا، ليقر الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف إيابا في مصر وليتوج بلقب البطولة. المواجهة 8 والتاسعة جاءتا في دور المجموعات بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية موسم 2014-2015، حسم التعادل بهدف لمثله مباراة السوسة، بينما سيطر التعادل السلبي على مباراة العودة في ملعب السويس. في موسم 2015-2016 جمعت مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي بين الفريقين مجددا في دور المجموعات، نجح الأهلي في حسم المباراة الأولى لصالحه بهدف وليد سليمان، فيما فاز النجم الساحلي في مباراة العودة بسوسة بنفس النتيجة. أخيرا لعب الأهلي مع النجم بذهاب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال موسم 2017-2018، فاز النجم الساحلي بسوسة بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة الإياب حقق الأهلي فوزا كبيرا وعريضا بنتيجة 6 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب. أفضل ختام لهذا التقرير نتيجة المباراة اللي كانت فيها نتيجة شهيرة 6-4 نجم الساحلي في استاد برج العرب، كانت نتيجة كبيرة جدا في مباراة السيمي فاينال للمباراة اللي احنا وصلنا لها في النهائي مع الوداد المغربي. ما كانش فيه توفيق ان الأهلي يفوز بدوري أبطال إفريقيا في هذه المسابقة أو في هذا الموسم، لكن دايما نتائج الأهلي مع النجم الساحلي إيجابية وجيدة جدا في مصر. في سوسة يعني كانت بتبقى نتيجة تعادل 1-1 0-0، وقليل جدا لما بيبقى فيه خسارة، ودي كانت آخر خسارة الأهلي في سوسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا العام قبل الماضي بهدفين مقابل هدف. كابتن عادل، التقرير بيدينا مدلول إن النتائج متقاربة ما بين الناديين خاصة في تونس. النجم الساحلي طبعا فرقة قوية وفرقة محترمة وليها تاريخ وليها خبرات، هما بيمروا بظروف يمكن اداريه وفنيه مش مظبوطه يعني. البنزرتي اعتقد مشي وجي جريدو، بعض من اللاعبين مش موجود. ده البنزرتي وكذا جهاز فني بعديه 1 أو 2، وبعد كده جه جريدو، فكذا تغيير للجهاز الفني. جريدو اظن بقى له اسبوع اتعادل بالزبط في الدوري 2-2 اعتقد. ظروف هنا في استقرار وفي مدير فني بيشتغل بشكل رائع، وهناك لسه انت قلت لي يمكن يكون في تحدي بقى عند اللاعبين. لا، ده عنده مشكله تانية، ان القيد عندهم برضو مشكله اداريه. القيد عندهم كان مسجلين 17 وكانوا متخيلين انه ممكن يضيفوا بعض اللاعبين، اتضح ان ما فيش قيد دلوقتي، فطبعا وفي 2 مصابين اعتقد، فيبقى هيقعد على الدكه اعتقد 2 أو 3. هو عشان ده ممكن يدي حافز للعيبه، بس هو عشان كده تغلب على ده في ايه بقى؟ عشان الناس بس بقى فاهمه. كابتن عادل، انا اتكلمت في جزئيه مهمه جدا،
النهارده الصحافه التونسيه اتكلمت على ان في لعيبه في النجم الساحلي اتايدت وهيكونوا موجودين زي وجد كشريده، ولاعيب مدافع ليبي هيكون موجود مع النجم الساحلي في هذه المباراه. هو طالما مقيد في الدوري التونسي او مقيد في القائمه المحليه في تونس يستطيع قيده في القائمه الافريقيه، لكن سليماني كوليبالي مهاجم الاهلي اللي حاليا موجود في النجم الساحلي هو مش مقيد في القائمه المحليه للنادي النجم الساحلي في الدوري التونسي، فبالتالي هيكون في صعوبه لقيده في القائمه الافريقيه. عشان بس الناس اختلط على الامر، أيوة. الاتحاد الافريقي فتح القيد من 15 نوفمبر وعمل استثناء السنه دي ان القيد من نوفمبر لغايه يناير عشان البطوله بالنظام الجديد، فعمل ده تسهيلا للانديه، لكن انا كنادي نجم الساحلي عشان اعيد اللعيبه دي لازم تكون مقيده في الدوري المحلي، وفي اثنين مقيدين الدوري المحلي عشان كده عيدتهم افريقيا، لكن مش مقيد محلي مش هقدر اعيده افريقي، وده الاستثناء اللي النجم طلبه عشان يفتح التيم اس في تونس. وبالتالي احنا يعني بفضل الله بفضل الله احنا الافضل اداريا وفنيا وتجهيز وكل حاجه ومعنويا. احيانا احنا بنخسر في تونس في يمكن مرتين منهم، واحده كان الراجل طاير بايديه و على ملعب رادس كان نفس الملعب ده، الراجل اللي جاب الجول بايديه دوت والحكم طبعا كلنا شفنا المباراه ديت، انما كان مايكل انرامو انما يعني الحمد لله بفضل الله النتائج الاهلي في تونس كلها يعني في شمال افريقيا عموما الحمد لله نتائج والخبرات اللي موجوده من اللعيبه عندها من المقدره ان هم انت شفت ماتش بتاع الاثنين كسبناه 2-0 في مع نجم الساحلي اعتقد ولا كان مع صفاقسي؟ الاهلي كسب صفاقسي في فرنسا اللي ناجي جده جاب واحد ووليد جاب الجول الثاني، كان الترجي التونسي فدايما احنا نهائي 2012 على الرغم ان احنا برضو ما كناش يعني، ولكن ولله الحمد اظن كنا متعادلين في ملعبنا في برج العرب 1-1 1-1 وكسبنا 2-0 مع الرقفه، كان 2-1 2-1 في 2-1 لان هم احنا ضيعنا ضربه جزاء وهم جابوا هدف في اللحظات الاخيره، هم اللي كانوا كسبانين. احنا كنا كسبانين 2-0. لا احنا كسبنا 2-0 لا في برج العرب، لا هي مباراه الذهاب كانت في برج العرب انتهت 1-1، رحنا العوده في رادس كانت دي مباراه العوده وتسليم الكاس كسبنا هناك، كسبنا 2 اظن لاجي جد الشوط الاولاني وليد الانفراد وليد سليماني الشوط الثاني اللي حطها بشماله في على يمين على شمال الحارس بالظبط كده. فهو يعني المعنويات ودايما لعيبه النادي الاهلي وهي رايحه تونس او رايحه اي مباراه خارجيه هناك تصميم من اللاعبين ان البطوله الافريقيه السنه دي باذن الله تعالى لن تخرج باذن الله باذن الله باذن الله من النادي الاهلي باذن الله. دي لقطات خاصه وحصريه لبعثة فريق النادي الاهلي والتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي منذ قليل على الملعب الرئيسي للمباراه ملعب رادس الاولمبي، وكلنا عارفين المباراه هتكون الساعه 9 بتوقيت القاهره، فالاجتماع الفني بيحدد ان تدريب للفريق الضيف بيكون على ملعب المباراه ليله المباراه في نفس التوقيت، فده بالظبط هذه اللقطات منذ قليل منذ حوالي نص ساعه في ملعب رادس الاولمبي والتمرينه الاخيره ان شاء الله اللي هي ليله المباراه قبل مباراه الغد. طيب كابتن عادل في اللحظات اللي زي دي وانت كلاعب بقى نازل الملعب وده الملعب هتلعب عليه بكره وفي حضور جماهيري بتفكر في ايه؟ الجهاز الفني في اول لقطه في الملعب بيبقى واقف مع اللعيبه كلها ممكن يتكلم يقول ايه؟ طبعا تمرينه بتبقى تمرينه خفيفه بيعمل اذا كان هناك ضربات ثابته او حاجات او فيها تعليمات الى جانب ان هو طبعا بالليل او اذا ما كانش بالليل اذا كان قبل التمرين عمل محاضره فنيه. الوقف اللي هم بيقولوها دي نوع من التجميع ونوع من الجماعيه العيله الاسره ان احنا كلنا كجهاز ولاعبين بنتعاهد ان اول ماتش في البطوله الافريقيه ما بيتقالش حاجه غير كده انك انت الملعب ده احنا ان شاء الله بكره الثلاث نقاط هنرجع بيهم باذن الله تعالى. دي جمله ممكن تتقال من الكابتن سيد، ممكن تتقال من فايلر، من المسؤولين الموجودين، من رئيس البعثه الدكتور مهند في الفندق. كل الامور ديت في خلال الدايره ديت معناها ايه؟ الدايره دي معناها ان احنا بنتكاتف ان احنا بكره ان شاء الله ثلاث نقاط في الطياره ان شاء الله واحنا راجعين باذن الله تعالى. ما بيكونش في كلام فني اكتر في الدايره ديت؟ لا 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 الفني بيبقى المدير الفني برضو الذكي الامور الفنيه ما يتكلمش فيها كتير يحصل نوع من الملل ويحصل نوع من اللخبطه انما انا اديتك تعليمات وشفت انت الماتش يعني انت اكيد جبت له سمير عدلي جاب له ماتشين ثلاثه عشان يتفرج عليهم
ده الكلام ده مثلا هتلاقيه من اسبوعين ثلاثه او فتره. هو كمان عنده في الجهاز سكاوتنج بيعمل ده كمان. جاب له ماتشات ثلاث اربع ماتشات اتفرج عليهم وبعدين حلل الفريق النجم الساحلي بيلعب ازاي واداؤه ايه واللي ممكن واخر ماتش جريده كان بيلعب ازاي. كل الامور دي الراجل اللي في الجهاز بيديها له على اساسه. بقاله يومين في تونس بيتكلم مره في محاضره مره قبل التمرين الاولانيه ممكن يتكلم في الملعب احنا هنعمل تمرينه 1 2 3 لان الماتش اللي جاي احنا هنخترق من الاطراف احنا هنعمل تسديد. يبقى ما بيجيش ليله المباراه ويدي امور فنيه كتير عشان اللاعب وهو نايم يبقى ذهنه صافي صافي وهادي ما بيفكرش انا هعمل ايه بكره. لا انا الكلام ده عملته من يومين ليله المباراه بتعشى بعد التمرينه انا قبل التمرينه واخد محاضره وشايف الجيم اللي انا هلعبه بكره. خلاص الفتره اللي بعد التمرين دي فتره راحه علشان اطلع انام في هدوء من غير اي توتر بحيث ان انا تاني يوم ابقى صاحي وانا محضر نفسي كويس لان برضه هيبقى في محاضره تانية قبل المباراه. ودايما المدير الفني الناجح محاضرته ما بتبقاش طويله. ما بتبقاش طويله؟ لا محاضره طويله معناها ان انا تركيزي هيبقى مش مظبوط. الكلام ده يبقى قبل الماتش باربع خمس ايام. انا النهارده كنت بلعب في الجونه بعد ماتش الجونه اعتقد تاني يوم كان الراجل قاعد معاهم. حقيقة. احنا قرينا ان هو قاعد معاهم. قاعد معاهم يعني ايه؟ لان ليله المباراه انا لا اللي ذاكر ذاكر بقى خلاص. صح. انا ذاكرت فانا قبلها اديت التعليمات ثلاث ايام قبل المباراه المحاضره بتاعتي نص ساعه مجرد ان في لو في هناك جديد طرأ على التشكيل برضه بيعرف التشكيل بتاع النجم الساحلي هيلعبه بمين ومين مين التشكيل بتاعه وبيبقى قبل المحاضره بيدي بعض التعليمات الخفيفه التركيز برضه على شويه حاجات تمام. نفسيه وخلاص. طيب جريده قاده الاهلي في موسم 2013 2014 قعد فتره بس ما كانتش فتره طويله يعني لكن الجيل اللي كان موجود معاه في الفتره دي بنسبة 90% مش موجود في الأهلي دلوقتي لأن الكل هيقول لك جريده حافظ الأهلي والكلام الإنشاء اللي هو ممكن يكون كعنوان عام لكن تدخل في التفاصيل تلاقي حاجة تانية خالص. جريده كان موجود في الأهلي من أربع خمس سنين لكن التيم اللي موجود دلوقتي مش هو اللي كان موجود من أربع خمس سنين. وجود جريده مع النجم الساحلي قدام النادي الأهلي مدى تأثيره سواء إيجابا سلبا شايف هذه القيادة الفنية إزاي لمدير فني كان موجود في الأهلي كأتموسفير عام إن هو عارف أجواء النادي الأهلي بشكل عام. هو اللاعب مش حاجه صبه كده مصبوبه كده فانا عارف ان انا النهارده احمد فتحي امكانياته كده وخلاص. طب انا كمدير فني كفايلر انا طورت من اداء رمضان انت جريده وعارف ان رمضان بيلعب ازاي هل انت شفت تطوير فايلر رمضان والعمار ولكل اللاعبين والوليد ولكل الناس فاذا انا اللعيب بيتطور ومعنى اللعيب بيتطور معناها ان انا ما اقدرش ان انا امسك حاجه في ايديا وابقى ضامنها 100% حته ان انا عارف اللعيبه. طب كل المدربين الفنيين في العالم كله وهو بيلعب اي نادي ما هو عارف اللعيبه وقاريهم وعارف هم بيعملوا ايه امال بيخش فيه جوال ازاي وهو بيجيب جوال ازاي بيبقى هناك ثغرات وهناك تفكير وده عبقريه المدير الفني ان انا بلاعب مدير فني عارف امكانياتي انا بتوقع منك انت هتعمل الحاجه الفلانيه تمام. انا بديك العكس تمام لان الفرقه الاهلي الموجوده حاليا ما فيش منها غير ثلاثه اللي جريده اشتغل معاهم في الفتره السابقه وليد سليمان حسام عاشور واحمد فتحي فهم يعني هو عارف اداء الثلاثه كويس جدا وعارف شغلهم واشتغل وعارف امكانياتهم فده انا اقصد كاعلام بنحب دايما نبرز هذه النقاط او نحط عناوين للمباريات الكبيره زي دي. مدير فني سبق ليه تدريب الاهلي ممكن يكون عارف مفاتيح طرق اللعب بس من فتره طويله فما يعرفش غير الثلاثه دول. طيب اقول لك حاجه يعني على يعني ناخد بالمناسبه وليد سليمان هل جريده عارف وليد سليمان في ماتش الجونه لعب فين او اداؤه تطور في الخمس سنين ازاي لا في ماتش الجونه لعب فين انا عايزين جريده بقى يدرس ماتش الجونه يشوف الراجل فايلر لعب وليد فين ممكن يكون في مركز غير اللي جريده اصلا لعب بيه وليد في خالص قبل كده. صح. خالص خالص يعني الراجل كان بيلعب هاف ديفندر ولا بيلعب تحت راس الحربه ولا بيلعب صانع لعب هو اللي عامل الاوفر اللي متعب في نهائي الكونفدراليه كان طرف اليمين عبد الله سعيد اداها له وراح عملها له باليمين حتى كان طرف اليمين مش كده؟ فهو يعني حته ان انا مدير فني عارف اللعيبه لا دي بقت خلاص قديمه لا ما ينفعش لان انا في تطوير في الاداء.
كابتن عادل شرفتني ونورتني، وبجد انا سعيد جدا بارائك الفنيه، لان بجد احنا دخلنا في تفاصيل فنيه اتمنى يا رب يكون المشاهد استفاد منها. احنا دخلنا في امور المشاهدين بيسمعوا كلام انا على المستوى الشخصي في كلام بسمعه لاول مره، وفعلا اقرب الى الواقع بنسبه كبيره في علم الكوره اللي بيتطور ودايما فيه متغيرات كثيره. يا كابتن عادل بشكرك بجد على الحلقه دي. شكرا محمد، الف وكل التوفيق ليك يا رب. شكرا حبيبي، شكرا جزيلا. فقره فنيه كانت مهمه جدا، دخلنا في اعماق التفاصيل الفنيه لمباراه النجم الساحلي والاهلي في انطلاقه الجوله الاولى لمباريات دوري ابطال افريقيا. بعد الفاصل الزميل العزيز والناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالشروق الاستاذ خالد الاتريبي، وفقره مهمه جدا لان الاعلام الرياضي والنقاد الرياضيين تحديدا في الساحه الرياضيه لهم اراء وعندهم كواليس واسرار، وفي الفتره الحاليه في تفاصيل كتيره ممكن نتكلم فيها. انتظروا هذه الفقره فيها كلام مهم جدا هتسمعوه في ختام برنامج الاهلي الليله.